على طريقة وكيفية حل مشكلة بيتش ان. نقوم بالضغط هنا على ضبط العدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، من ثم سوف نقوم بنزول الى الاسفل والضغط هنا على تطبيق شأن، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الايقاف الاجباري، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح تخزين مؤقت، من ثم سوف نقوم بإيقاف هذا تشغيل الواي فاي خاص بكم، بعدها سوف نقوم بالذهاب الى متجر جوجل، هنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق شأن فيظهر على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديث قم بضغط عليه وسيتم تحديث تطبيقكم شأن. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على الزر.